السلام عليكم. أشاع موسم الدراما في شهر رمضان المبارك لهذا العام أشاع جواً ملبداً بالانتقاد لماهية المواضيع المطروقة في المسلسلات وكيفية معالجتها. سهام النقد وجهت إلى الشكل والمضمون. في هذه الأجواء الرمضانية تثقب ذاكرة العرب للمرة 20 مأساة احتلال العراق عام 2003، وهي المأساة الأم لكل مآسي العرب السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة على الأقل في نظر كثير من المراقبين. في هذه الأجواء الرمضانية تتلبد سماء العرب بسحب القلق من مستقبل غامض بين يدي أزمات اقتصادية وتفتت نسيج مجتمعات كانت قبل وقت قصير قبلة الباحثين عن أنموذج للعيش والتعايش بين المختلفين عرقياً وطائفياً. وسط هذه الأجواء ينهض السؤال عن وظيفة الدراما ابتداءً وعن علاقتها في الحالة العربية بقضايا العرب الكبرى وحاجاتهم المركزية وهمومهم الضاغطة. ففي واقع يعج بمشكلات وتحديات كبرى متصلة بهوية الدولة والمجتمع وبتبعات قمع الانتفاضة العربية وخنقها، ثمة من يغمز من قناة الدراما متهما إياها بحمل مشاريع مشبوهة تتصل بتعميم صور ذهنية عن المتدينين وعن المرأة، ناهيك عن دخول خطوط مستحدثة نسبيا في الدراما العربية تركز على قضايا الشذوذ الجنسي في مجتمعات ما تزال تمثل الحصن الأخير لبشرية فقدت معاني الترابط الأسري ونسيت التقاليد المحافظة التي يأوي إليها الخائفون على أخلاقهم. دراما رمضان 2023 التي أعجبت بعض المشاهدين أساءت بعضهم الآخر عبر مسلسلات تاريخية مارست أخطاء وصفت بالكارثية ما كان لمن حوى أدنى درجات المهنية أن يقع فيها. هذه الدراما في موسمها الراهن ستكون مادة حديث العرب لهذا الأسبوع مع ثلة متنوعة من الضيوف المتخصصين في الشأن. أهلا بكم. إن تلك الشاشة المستطيلة تعد نافذة على واقع المجتمع أو مرآة تعكس تفاصيل ذلك الواقع بأسلوب فني، هكذا يرد القائمون على إنتاج الدراما التلفزيونية العربية عندما توجه لهم ولأعمالهم سهام النقد. غير أن واقع ما يعرض على شاشات الفضائيات العربية في شهر رمضان الجاري يكشف عن قدر غير قليل ليس فقط من تزييف واقع المجتمع العربي، وإنما كذلك تزييف التاريخ، ناهيك عن محاولات يراها البعض مقصودة لهدم قيم المجتمع عبر تقديم مسلسلات تصوره مجتمعا تسوده الرذيلة والمخدرات والخروج على القانون، أو تقديم مجتمع مثالي من رجال الأعمال فاحشي الثراء، بينما يغيب حتى عن شوارع ذلك المجتمع بقية الشرائح المجتمعية من الطبقة المتوسطة والفقيرة وما يعانونه من الفقر والبطالة وانتشار الفساد الحكومي دون محاربة حقيقية من الأجهزة الأمنية التي تبرع عادة في استخدام العنف والقوة ضد معارضي أنظمة الحكم العربية الذين يمثلون قطاعا واسعا من المجتمع يتجاهله صناع الفن والدراما العربية وممولوهم. قرار من الجنرال بيلو. وبحسب النقاد فإن صناع الدراما في رمضان لم يكتفوا بذلك، بل وقعوا في كثير من الأخطاء اللغوية والتاريخية بل والدينية كذلك، وهي أخطاء يراها بعض النقاد متعمدة بهدف تدمير قيم المجتمع ومحاولة تشكيل وعي مجتمعي جديد يتنافى بل ويعادي حضارة ذلك المجتمع وقيمه الحاكمة التي استقاها من تاريخه وهويته الثقافية العربية والإسلامية. إن عملية التسطيح الفكري وهدم الأخلاق التي ينفذها صناع الدراما العربية تؤكد في رأي الكثيرين أن ثمة من يدير المشهد الفني على اتساع الخريطة العربية وصولاً إلى حالة مستهدفة من السيطرة الكاملة على وعي الشعوب العربية بعيداً عن أي محاولة شعبية جادة لتغيير الواقع نحو الأفضل. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو زينب الخنيسي
الباحثة في قضايا العالم العربي، وعبر سكايب من مدينة مالمو السويدية علي ريسان الكاتب والمخرج، ومن بيروت عبر الهاتف جورج بوعبدو الناقد الفني والصحفي. أهلا بالجمع الكريم. أبدأ من حيث انتهيت مع الأستاذ جورج. ابتداء يعني ما الذي يؤثر، من أو ما الذي يؤثر بالآخر؟ هل الدراما هي ما يؤثر بالمشاهدين بالواقع بالمجتمعات، أم بالعكس الدراما هي انعكاس وصدى لهذا المجتمع، وبالتالي هذا المجتمع وهذا الواقع هو الذي يصنع مسارها ويصوغ موضوعاتها؟ مرحبا، كيفكم؟ أهلا أستاذ. أولا الدراما هي المعروف عنا أنها مرآة المجتمع، وهي يلي بتنقل المجتمع بكافة تفاصيله، وإلا ما لا تسمى بالدراما. المشكلة اللي عنا حاليا بالدراما اللبنانية والعربية أنهم عم ينقلوا الواقع بطريقة أوفر، يعني عم بيكون في كمان شوية تزييف للحقائق، وعم بيعطوها يعني رشة بهار شوي للدراما لتكون أنه كرمال تتابع أكثر ويصير عندها تراند أكثر ومعجبين ويزيد الريت تبعولها. هذا الشيء نحن لا، نحن اليوم إذا بده يصير في نقد معين ينقدوا مثل ما لازم ينقدوا، ينقلوا حالة المجتمع. وأنا لا أنكر أنه المجتمع يتجه نحو الانحراف، إن كان المجتمع المسيحي أو الإسلامي أو أي مجتمع إن كان في الدول العربية يتجه نحو الانحراف، وصار في كتير قلة أخلاق، وصار في بالتقليد اللي تربينا عليها، هذا لا شك انه موجود. لكن استاذ جورج معذره، يعني عندما تقول بان الدراما هي انعكاس للواقع، هل الدراما هي فقط اداه ناقله، قناه ناقله لما يجري من دون اي قدره على التاثير في المجتمعات؟ الدراما يعني طبعا هي غير ان اداه نقل ومرآه، هي اكيد عم تاثر بالمجتمعات، ويا ما صار في تفكك عيال من يوم ما دخلت الدراما. لنقول يعني وقتها كان الانتاجات ضعيفه عندنا، كنا نجيب المكسيكي والاسبانيولي وغيره، من بعدها دخلت الدراما التركيه والدراما السوريه وغيره. لا شك انه تفككت عيال من وراء المظاهر واللباس وال يعني شوفها مش موجودة عليها بمجتمعاتنا. الامرأة صارت عندها حرية أكثر، صار عندها انفتاح أكثر، صارت تشوف أشياء أحسن من زواجهم. يعني ياما صار حالات طلاق إذا بدك، هذه شغلة واقعة يعني وحدثت. فأكيد الدراما عم تأثر كثير، وخاصة حاليا يعني خلص يعني مثل ما كأنه ما في يعني ما في حدود، يعني عم بيعملوا دراما بشكل لا محدود، مشاهد تقليد للغرب بشكل سخيف، يعني عم ناخذ الاشياء السخيفه من الغرب. نعم. فعلا هيك. طيب دعني انتقل الى 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 مالمو. استاذ علي، يعني على شيء بحديث متصل بما تفضل به الاستاذ جورج، بداية أريد أن أسألك عن وظيفة الدراما ابتداء، هل هي الترفيه كما يقول العاملون في صناعة الدراما، هل هي الترفيه حصرا، أم أن للدراما وظيفة أعمق من الترفيه؟ نعم، مساء الخير لك وضيوفك الكرام، رمضان كريم عليك وعلى الشعوب العربية. حقيقة مسألة الترفيه، نعم ماكو أدب وماكو منجز معرفي إذا كان بصري، تشكيل، مسرح، سينما، دراما، إذا يفقد المتعة ما ممكن أنه تقدر تواصل وياه. حتى قراءة رواية إذا ما بها متعة تشدك، تشد وعيك أو خلفياتك الثقافية تحفزك للقراءة، ما ممكن أن تقرأ. الدراما لازم تكون بها متعة، حتى الألم هو يعني استنهاضة أو جلبة إلى الدراما لازم يقدم بمتعة، ولا يتحول إلى وعيل وصراخ حقيقة. يعني تأثير الدراما، لكن متعة، متعة لذاتها أم متعة من ورائها هدف تسعى الدراما إلى تحقيقه بغض النظر؟ أنا طبعا أنا شوف كإنسان كمتلقي أنت لازم أول مرة يشدك المشهد، طبعا يشدك المنجز البصري، خلينا نقول على مثلا الدراما، احنا نتحدث عن الدراما، المنجز هذا البصري بعدة عوامل تشكل حتى تجذبك كمتلقي، لأنه الشاشة هي بالبيت موجود. إذن أنت الآن الرأي الثاني لمنجز ذاك المبدع، يعني إذا كان مسلسل أو حلقات تمثيليات أو سكيتشات أو مواقف كوميدية. المتعة مع المتعة المهذبة، المتعة الراقية النبيلة،
وليس المتعة التي بها مسخ لهويتك. لكن معذرة أستاذ علي، أرجو المعذرة، أنا لا أتحدث عن جزئية المتعة بحد ذاتها، وإنما أتحدث عن الوظيفة، جوهر وظيفة الدراما. هل أن ترفه عن الناس وأن تسليهم وأن تنسيهم همومهم، أم ثمة وظيفة بين السطور الدراما معنية بتقديمها للرأي؟ نعم أنا معك، أنا بس ما أقدر أفصل المتعة، بدون متعة ما ممكن أقدم. تحدثنا عن المتعة، لكن ماذا عن الوظيفة؟ نعم لها وظيفة، لها وظيفة، لأن التلفاز أخطر، يعني أخطر منجز ممكن يصل يدخل إلى البيت، يعني شئت أم أبيت، يعني التلفاز موجود في عند كل عائلة بسيطة متوسطة. طب عندما أنت كمخرج، عندما تدرس الدراما وعندما تدرس الفن والمسرح إلى آخره، ما القيم التي يربى عليها طالب الدراسة الفنون المسرحية والتمثيلية؟ ما القيم التي يربى عليها، بمعنى ما القيم التي يربى على أنه ينبغي أن يمررها للمجتمع؟ هل ثمة يعني وحدة معينة ينشأ عليها طالب العلم في هذا السياق؟ طبعا، لأنه أنت أساسا الفن هو عملية تجديد، يعني مثل المثقف تثقيف الذات والروح، ويعني تأسيسها بشكل إيجابي ومنطقي. مثلا لنقل أن يعني الآن أنت عندك عمل درامي، العمل الدرامي يجب أن يرتكز إلى 4 أو 5 ركائز مهمة حتى يطلع بشكل معرفي أكاديمي يحترم الذائقة ويقدم رسائل إنسانية معرفية، رسائل وطنية للانتماء للحب، كل الأشياء بها قيم. إن تسقط هذه القيم يسقط ذلك المسلسل أو المنجز الدرامي. أول شيء كاتب السيناريو، كاتب السيناريو يجب أن يتحرر ويجب أن يمتلك وعي معرفي ببيئة تلك العرض، أن يستلهم شخصيات اللي هي افتراض خلقها ضمن زمن هذا العرض، إذا كان تاريخي أو مسلسل اجتماعي أو مسلسل سياسي أو مسلسل يتناول حقبة معينة من 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 بلده. أول مرة كاتب السيناريو. 2، الرؤية الإخراجية للمخرج الفنان المجنون، وأنا أعني بالمجنون أن يمتلك رؤية مختلفة عن المخرج التقليدي، هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث في نجاح أي عمل درامي يا صديقي، أن يختار الكاست الفني على أساس الاحتراف الموهبة. طيب، وليس على أساس أستاذ علي معذرة، تقول كلاما مهما، لكن هذا الذي يهمني ربما أكثر من هذا على أهميته. تقول هذه الشروط الضرورية لنجاح العمل الدرامي. ما هو العمل الدرامي الناجح الذي يجلب أكبر قدر ممكن من المشاهدين، أم الذي يعبر أكبر قدر ممكن عن حاجاتهم، أم الذي ينفق عليه أكبر قدر ممكن من الأموال؟ معايير النجاح في العمل الدرامي باختصار من فضلك. معايير النجاح أنا أعدهم يا عزيزي، بس أكمل. السيناريو الخلاق الذي يكتب من قاع المجتمع، يتناول شخصيات من قاع المجتمع وليس شخصيات طارية. على سبيل المثال، حقيقة أنا عديت دراسة هذه الحلقة يجب أن تكون حلقة بعلمية أكاديمية بحتة حتى نأسس صحيح لصناعة الدراما. نحن يا صديقي في أكثر البلدان العربية لا نمتلك صناعة الدراما، كل شيء لازم يكون مدروس. يعني مثلا راح أجيب لك سمبول، إذا أنت تناولت الآن، فلنأخذ إحنا الدراما تتقسم إلى 4، الدراما المصرية، الدراما السورية واللبنانية، الدراما الخليجية والدراما العراقية، لأن راح نتحدث أنا عندي صنبولة. يعني مثلا لا يمكن أن نقبل في كل شهر رمضان مبارك أن تنزل مجموعة مسلسلات مصرية تتناول فقط شخصية العمدة، وكأن المجتمع المصري كله اختصر شخصية العمدة والشخصية المكرورة التي لا تتحدث سوى عن المال والإرث. يعني تناسينا ذول الريف. طيب، قدم الريف. طيب، الريف مصر. يعني المثال الثاني مثلا الخليج، لحد الآن دول الخليج ما تجاوزت عقدة الصراع والزوجات والإرث والمال، وكأنه الخليج ما عنده ناس مفكرين ولا عنده شعراء ولا عنده محبين ولا عنده ناس ترفض مثلا التطبيع، أو يعني ما يتناولون غير الأشياء الظاهرية، ما يتعمقون بالألم اللي ممكن موجود عند المواطن الخليجي. طيب يعني أنا برأيي أفضل دراما تلمست واحترمت دائقة المتلقي هي الدراما السورية. ليش؟ لأن الدراما السورية اعتمدت على 4 عناصر: السيناريو، الكاستينج، مدير التصوير، المدير الفني.
اساسيات، يعني اربع اساسيات في هي اللي تشارك. طيب سناتي على مزيد من التفصيل في هذا، لكن فقط من باب افساح الوقت لضيوفنا الاخرين، استاذه زينب، ما مدى انعكاس هموم المواطن العربي ومشكلاته وقضاياه الكبرى في دراما هذا العام تحديدا؟ نعم، اولا تحيه لك ولضيوفك الكرام ورمضان مبارك. في حقيقه الامر الدراما، وكما يسميها ارسطو، هي المحاكاه ومجرات للواقع، فهي لا تعكس الهموم المواطن العربي. فبالنظر الى الاعمال الدراميه المعروضه ليس في هذه السنه ولكن في السنوات المتاخره بسبب تفشي ثقافه السوق والعرض والطلب، اصبحت يعني كما اشار ضيوفك الكرام تركز اكثر شيء وتضخم على سلبيات داخل المجتمعات العربية، وتصور المجتمعات العربية كأنها يعني هي مجتمعات انحراف تعاني مشاكل المخدرات والانحراف الأخلاقي والتحرش وغيره وغيره. حتى احنا يعني رسالة الفن في الأخير، احنا عندما نتحدث عن الدراما نتحدث عن رسالة الفن، ونحن في منطقة مأزومة ومنطقة يعني تعاني من العديد، يعني من سواء كما أشرت من احتلال العراق أو يعني عفوا أستاذة زينب، يعني يقال دائما رسالة الفن، من الذي قال إن للفن رسالة؟ قد يقول قائل، لماذا لا يكون هو مثله مثل شركة الهندسة، مثل أي مؤسسة ربحية يبحث عن ربحه بغض النظر عن الشعارات والرسالة وإلى آخره؟ لأن الفن في ذاته يعرف نفسه بنفسه كجوهر، هو مجموعة قواعد وذائقة ورسالة. الفن إذا عندما يفقد رسالته لا يكون فنا، وكما يقول أحد الأدباء التونسيين المسعدي، الأدب أو الفن مأساة أو لا يكون. يعني هو في الأخير يعبر عن هموم ومشاكل الإنسان، سواء كان يعني الإنسان الذي يعيش تلك الفترة أو في فترات مغايرة. فعندما نتحدث عن دراما نحن نتحدث عن فن، ولكن هل الفن الدراما هي فن؟ أنا لا أعتقد ذلك. هذه الرسائل كانت حاضرة في دراما هذا العام في رمضان؟ لم تكن حاضرة، لأجل ذلك نحن لا نتحدث عن دراما منزوعة من الفن وتحولت إلى النسق التجاري وتحولت إلى صناعة مثلها مثل بقية الصناعات، تبحث فقط عن الهدف الربحي وتركز على مسائل جزئية داخل المجتمعات العربية وتقوم بتضخيمها وتصورها كأنها هي السائدة والطاغية، وتعطي يعني صورة سوداوية قاتمة عن هذه المجتمعات، وهي في الأخير تؤدي إلى التشكيك في المنظومة القيمية داخل هذه المجتمعات. فأكيد هي لا تطرح، يعني آخر عمل فني كبير عكس مشاكل المواطن العربي كان يعني منذ 20 سنة، وهو التغريبة الفلسطينية الذي صور مأساة التهجير لحاتم علي. نعم لحاتم علي، ولكن بعدها لم يأتي عمل فني ضخم يعني يكون على قدر من التغريبة الفلسطينية يحاكي مأساة المواطن العربي، رغم أن نحن اليوم المأساة أصبحت ليست فقط فلسطين ولكن أصبحت يعني مآسي نعم كثيرة. فلا أعتقد أن الدراما تعكس مأساة المواطن العربي. نريد أن نسمع رأي ناقد من لبنان، أستاذ جورج، يعني ليس فقط على الصعيد المجتمعي أو الأمني أو الاقتصادي، وإنما غابت القضايا العربية الكبرى عن المعالجات الدرامية، ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى حدث ضخم هز المنطقة بأسرها، وهو ذكرى 20 لاحتلال العراق. زاد على ذلك قضية رجع الصدى التي نعيشها للانتفاضة العربية التي وئدت في حقيقة في المنطقة العربية. نعم، يبدو أن الأستاذ جورج ليس جاهزا. طيب هذا السؤال أنقله إلى الأستاذ علي. الآن نحن في أيام الذكرى 20 لاحتلال العراق، هذا الاحتلال الذي لم يكن حدثا عابرا مستقلا عن سياق المنطقة، بل كان له تداعيات وتأثيرات سياسية وأمنية وأخلاقية ومجتمعية أصابت صلب الوطن العربي. مع ذلك هذه الحدث الكبير غاب عن المعالجة الدرامية في رمضان هذا العام. هل تمتلك تفسيرا، وأنت من داخل هذه البيئة تمتلك تفسيرا لهذه الغياب القضايا الكبرى، الانتفاضة العربية، احتلال العراق وما شابه؟ نعم، حقيقة السؤال يعني رد جدا سهل بس مؤلم بنفس الوقت، لأن أنا راح أتحدث عن الدراما العراقية. الدراما العراقية يا حبيبي تنتج من خلال فضائيات، معظم هذه الفضائيات شكلت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، بعد أعوام المسخ أنا أسميها، بعد 2003. فكيف تطلب من قناة هي شكلت قسم من عدها من مال الاحتلال الأمريكي؟ طيب على الأقل الدول الكبرى، سوريا يعني، مصر، المغرب العربي، الخليج، يعني قضية عربية ليست قضية عراقية احتلال العراق.
ما هو نفس اللي انسحب. شوف يعني انا يعني ما اريد اتحدث عن يعني القضيه العربيه قضيه متشاكله، يعني العراق يعني جمجمه العرب وروح الله في الارض، هذا قول العراق اشتغلوا عليه، هناك مؤامره كونيه على هذا الوطن اللي هو اني جزء من عنده، اني ابن العراق. لذلك عندما سقط العراق يعني تداعى كل الجسد العربي، وهذا ديعانون من عنده وديشوفون يعني الان. استاذ علي انا اريد ان افهم منك فقط سبب غياب هذا الحدث الضخم عن الدراما العربيه، هل تمتلك سببا محددا وواضحا لغياب هذه القضيه الكبرى عن المعالجات الدراميه وانشغالها في قضايا ثانويه ربما لا تعبر عن ظواهر في المجتمعات العربيه؟ العمليه مقصوده يا اخي، لانه هناك ايادي خفيه للغي يعني عمليه التثوير عند المواطن. يعني مثل ما صار عندنا واحنا اشتغلنا مثلا ثوره تشرين المباركه، المفروض تطلع عليها، طلعت بعض المسلسلات او بعض السيزينات اللي من 10 حلقات، ولكن هي عمليه رفض للاحتلال، رفض لكل انواع السلطات اللي اجت ما بعد الاحتلال. عزيزي القنوات العربيه ما ممكن تعطي جوتشنت يعني توافق على سيناريو. عندنا كتاب رائعين من ضمنهم أنا أعرف شخصيا مثلا كاتب عبد الخالق كريم، عنده مسلسلات على ضد الاحتلال، وكثير من كتابنا العراقيين على أقل تقدير أعرف أنه كاتبين مسلسلات ضد الاحتلال، ولكن من يجيز هذه المسلسلات؟ ما هي أكثر الفضائيات اللي شكلت من السحت الحرام، من سرقات ثروات العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق. نعم. وهذا مسلم به، هم يعترفون أنه إحنا بلد محتل. طيب. حقيقة طيب. ذلك ما ممكن أنه أنت تحصل على دعم لإنتاج مسلسل. العتب على إخوتنا أشقائنا أبناء بلاد العرب أوطاني، هم المفروض بعضهم يشتغل على مسلسلات ضد الاحتلال يعني الأمريكي. وهذا مرتبط أستاذ علي، هذا مرتبط بالحديث عن الكيفية التي تختار بها مواضيع الدراما العربية، لكن هذا نبحثه بعد وقفة قصيرة، فكونوا معنا. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، هذه عودة لاستئناف الحديث عن المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان المبارك لهذا العام والآلية التي تحكم اختيار مواضيع الأعمال الدرامية. قبل أن أذهب إلى الأستاذ جورج، يعني تنضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الدكتورة أنوار الخزرجي الكاتبة والأديبة. أهلا بك دكتورة أنوار، كمثقفة وكاتبة ومتابعة عربية لما يجري في الساحة، إلى أي مدى الدراما هذا العام وخصوصا الدراما المكثفة في شهر رمضان كانت رجع صدى لأحوال المجتمع وهموم الناس وأحاديثهم وما يفكرون به؟ السلام عليكم. عليكم السلام. إن أمكن أعيد السؤال، الصوت ما كان واضح.
ما أعرف يمكن أكو إشكالية يعني بالصوت. أقول لك كمثقفة عربية ومتابعة، إلى أي مدى لاحظت أن دراما هذا العام الرمضانية التي عادة ما تكون دورة دراما مكثفة يحتشد فيها موسم الدراما، إلى أي مدى كانت رجع صدى لأحوال العربي ومشاكلهم وهمومهم؟ والله عزيزي الأخ الفاضل، الدراما العربية لم تعد رجع صدى لواقع المجتمعات العربية. الدراما العربية اليوم في غيهم سادرون، ما عدنا غير اللهو والتهريج والدراما الكوميديا، يعني طغت على الدراما اليوم، الكوميديا هي السائدة. أما الدراما فصارت محصورة في مكان ضيق، يعني إذا تلاحظ أكثر الفضائيات ابدي من وقت الفطور صعودا، ولاحظ نوع التهريج بالدراما، العفو بال يعني بالكوميديا اللي تطرح بعيدة جدا عن واقع المجتمع العربي. يعني معاناة الشارع العربي اليوم قلما نجدها تجسد في مسلسلات تعرض على الفضائيات العربية، ربما تكون آخرها كانت مسلسلات حاتم علي قبل أحداث سوريا، كانت تعرض في رمضان بعض المسلسلات اللي ما نقول مجسدة للواقع العربي، وإنما كانت تعرض مسلسلات تاريخية، مسلسلات يعني تتعلق بالقضية الفلسطينية. أما اليوم فلا، أبدا ماكو تماس ويا الواقع العربي. هذا بالنسبة للي يعني اللي أشوفه أنا. طيب لماذا يعني لماذا كما لو أنها تتعمد الدراما العربية تقديم ما يريده الجمهور لا ما يحتاجه الجمهور؟ بالضبط. الشعوب العربية أنهكت، ما قام تفكر بالثقافة، ربما قل اللي عادوا يفكرون بالثقافة والأدب والفن، وإنما التفكير أنه لحيني ونسيني همومي، صار هذا الهدف من مشاهدة التلفزيون. وإضافة إلى كثرة الفضائيات يعني والتنافس بيناتها، فتتنافس فيما يريد الشارع، وهو في العام الأغلب بالضبط هذا مستوى الطرح اللي يلاقي رواج. وبالنتيجة الفضائيات أكثرها مملوكة لشخوص يسعون وراء الربح المادي بالتأكيد. قبل يعني احنا من نحكي عن مرحلة سابقة، كانت الفضائيات محكومة لدول أو المؤسسات الإعلامية محكومة لدول، فالدول تسعى لبث ثقافة معينة، لبث فكر معين، لتوجيه سياسي معين، ما تدور الربح. فلذلك كانت الدراما اللاحظ كانت لها وقع ولها تماس ويا الشارع، وتناقش أموم الشارع العربي، أموم المواطن في بلدها كذا. اليوم لما أصبحت الفضائيات تمثل شخوص، هذه الشخوص في الغالب أمهم الربح المادي، فبالتأكيد يكون السعي لما يجتذب الناس اللي هو مثل ما سميت حضرتك يعني ما يطلب الجمهور أو ما يطلب المستمعون. لذلك أنا أحس أنه هذا واحد يعني في رأيي هذا واحد من أسباب انهيار الفن، ما نقدر نسميه دراما، لأن يعني ما عادت دراما وإنما أصبحت تهريج وكوميديا غير هادفة في الغالب. يعني ما اعتراض، ما اعتراض على الكوميديا الهادفة، لكن كوميديا الانتقاد أحدهم للآخر. نعم. يعني بطريقة سمجة أصلا يعني. نعم، وضحت فكرتك أستاذة أنور الخزرجي الكاتبة والأديبة، كنت معنا من أربيل في شمال العراق، شكرا جزيلا لك، أو في كردستان العراق، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى بيروت. أستاذ جورج، ما دمنا نتحدث عن طبيعة المواضيع التي تختار للدراما أو المسلسلات العربية، لابد أن نتطرق إلى التمويل الذي قد يكون حاسما في مجال الدراما. ما طبيعة الدور الذي يؤديه التمويل على صعيد اختيار الموضوع، على صعيد الأفكار، على صعيد الشكل والمضمون؟ طبعا التمويل يعني بيلعب، هو يعني شو ما بدك تعمل، أفكار وسيناريو وانتقاء الممثلين وغيره والفكرة الرئيسية، بنصطدم بحائط التمويل. هلا يعني اخيرا صرنا عم نشوف انه في تمويل كتير للدراما العربية بشكل عام، وصار في الدراما المشتركة يلي برزت على الساحة حاليا. انا ما فعلا يعني انا مع الدراما المشتركة وتمولت بشكل صح، وصار في مثل تنافس بين الدراما العربية وغيرها من الدراما، ولكن المواضيع اللي عم تطرح
بالنتيجة ما يطلبه يعني شركات الإنتاج. اليوم كل إنسان عنده مرجعيته وكل مؤسسة هي عندها النقاط اللي بتحطها وبتقول لهم أنا بدي هيك، أنا بدي أتوجه بهذا المسلسل لهذا النوع من العالم، لأنه كل شيء فيه توجه معين. هذا التوجه المعين بالنتيجة عم يفرضوه على الناس. يعني أنت عم تفتح التيفي أو عم تفتح المنصة من نتفليكس لشاهد لغيره لغيره، هول المنصات أنت بتفتح وبتشاهد. هلأ بيجي دورك يا بتقيم يا بيعجبك يا ما بيعجبك، ولكن الأموال اليوم بتلعب الدور الرئيسي بالتسويق وبصناعة الدراما، فأكيد يعني شو تأثيرها مباشر جدا. طبعا الإنتاج أستاذ جورج، الإنتاج في 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 حالة الدراما العربية، هل الإنتاج هنا موجه ممنهج، بمعنى يسعى لتكريس وعي محدد عند المشاهد العربي، أم أنه عشوائي لمجرد الربح فقط؟ فينا نحكي عن في نقطتين. يعني اكيد في انتاج عشوائي لمجرد الربح وبدنا نعمل ريتنج وغيره، وطبعا في انتاج ممنهج. يعني ما بيخفى الامر بالدول العربيه، نحن في عندنا ديانات، في عندنا سياسات متعدده، وبتعرف كيف يعني المنطقه كلها سوا بتغلي. يعني هيدي المنطقة يلي فيها جميع الطوائف اذا بدك. طبعا في ناس عندها خلفيات من وراء الانتاجات المعينة، في ناس بتعمل إنتاج لتعمل إضاءة على حروب صارت، على أحداث، على مشاكل، وفي ناس فقط للتسلية وللترفيه ولتحاكي أمور عالمية. يعني طبعا هي إلى عدة جوانب، هذا شيء طبيعي. طيب أريد أن أحلل معك يعني أستاذ جورج، أستفيد منك. يعني حينما نشاهد مسلسلا دون أن نسميه حتى ندخل في دائرة الترويج في هذه الحالة، يقدم امرأة عراقية في الثمانينيات على أنها خادمة عند فتيات خليجيات، ثم ينتهي بها المطاف إلى سرقة هذه مخدوماتها، وفي مشهد آخر رجل عراقي يبصق على فتيات كويتيات ويقول لهن أنكن جديرات بأن تسرقن في لندن مثلا. سؤالي هو، ما القيمة الدرامية لمثل هذه الأعمال إذا ما استثنينا تغذية حالة النفور والكراهية بين الشعوب العربية؟ أي قيمة درامية يمكن أن ينطوي عليها مثل هذه الأعمال؟ اليوم أنت فيك تسمع دراما يلي بدك إياها، بس أنت حر تصدق حر ما تصدق. أنا إذا شفت هيك مشهد، طبعا أنا ما كنت بهذيك الفترة يعني، بس يعني إذا شفت هيك مشهد، أنا أولا ما بحب هيك نوع دراما، وأساسا الشعب العراقي راقي جدا، وهذا يلي براسي وبمخيلتي أنه أنا بعرف. فاليوم المشاهد ذكي، المشاهد بيعرف يميز، مش كل شيء بنعطيه بيتأثر فيه وبنقول له أنه هيدي الحقيقة هيك، لا، بيقول لك لا، بيتحد الأمر. يعني ما ضروري أنا إذا شفت عراقية خادمة يعني هني خدام كلهم، لا، هذا شيء ما بيرتبط ببعضه أبدا. يعني وهذا يمكن المنتج عم بيعبر عن نفسه أو عنده كراهية معينة. هذا السؤال أستاذ جورج، معذرة، يعني هذا هو السؤال الذي أبني عليه. يعني الدراما انتقلت من حالة عدم تمثيل واقع العرب إلى حالة ربما قد يراها بعض المراقبين، وقد كتب عن هذا بعض النقاد، انتقلت إلى حالة تخريب الإلف والأنس أو التوافق بين المجتمعات العربية. هل توافق على هذا التوصيف؟ بعض أوافق بعض الشيء، لأن اليوم المنتجين يبحثون عن لغة أو عن مشاهد مثيرة أو مشاهد فيها مشاكل أو مشاهد تستفز المشاهد كي يشاهد المسلسل. يعني هذا نوع من الاستفزاز ليس أكثر، ولكنه لا يعبر عن الواقع العربي ولا عن واقع الدراما. الدراما اليوم تتجه نحو الأفلام. نحن نعلم أن الدراما هي تمثل مرآة المجتمع، ولكنها لم تعد كذلك، إنه نوع من الأفلام. الفيلم يمكنك عرض يعني نحن نعرف إنه بالفيلم يمكنك عرض المشاهد الساينس فيكشن وغيرها وغيرها، ولكن في الدراما لا يمكنك ذلك، وهكذا أصبحت للأسف. هكذا نعم. أصبحت. طيب أستاذة زينب، ثمة ظاهرة لافتة على صعيد التعاطي والمعالجة الدرامية. الآن يقدم الجيش العربي سواء كان في مصر أو في سوريا أو في أي مكان، يقدم على أنه بطل في سياق مكافحته لما بات يصنف ويعرف بالإرهاب، بدلا من أن يكون بطلا كما كان في الدراما سابقا في صد صائلة العدو الخارجي. في أي سياق إقليمي داخلي يمكن تفسير هذه المعالجات الدرامية؟ طيب أنا
أبدأ الإجابة عن هذا السؤال بمقولة المفكر الكبير محمود مصطفى يقول فيها: الكتاب الجيد يحرر قارئه، والتلفزيون يقيد جوارحه ويعتقل خياله وجوارحه ويقيد يديه ورجليه. في هذه المعالجات التي تقدم من هي روايات الأنظمة الرسمية، يراد من خلالها تزييف الوعي، وهي لا تختصر فقط ولا تقتصر على الجيش العربي اليوم بما هو يعني مؤسسة تنتمي إلى النظام، ولكن حتى روايات النظام وأدبيات النظام تم التسويق لها من خلال الدراما ومن خلال الدراما الرمضانية، حتى يعني سواء مثلا في تونس من خلال تجفيف ما يسمى منابع التدين، او خلال في مصر من خلال تقديم روايه او صياغه معينه عن جماعه الاخوان المسلمين، او في الحاله السوريه اليوم حينما يقدم النظام ان ما يحصل في سوريا هو يعني مؤامره اجنبيه وانها ليست بثوره. فالدراما يتم استغلالها ويتم من خلالها صناعه وعي معين وتوجيه، لان المعلوم ان هناك ثالوث يقوم بتنشئة أو ببناء الوعي العربي هو الأسرة ثم التعليم ثم الدراما، لأن المواطن العربي يعني خاصة في رمضان يتعرض إلى 40 ساعة إنتاج درامي، يعني 40 ساعة أكثر من اليوم، وهي مواد مكثفة جدا، ومنها المواد الموجهة التي تحدثت عنها هي مواد موجهة مسيسة وموظفة، ويراد من خلالها إيصال رسالة معينة. فاليوم يتم استغلال الدراما، إما الدراما أن تكون موجهة على طريقة النظام الرسمي لرسالة معينة، أو تكون دراما عشوائية ربحية تقوم باستهداف القيم والأخلاق مع الأسف الشديد، والغاية منها استئثار الغرائز والشهوات، بغض النظر أننا نحن في شهر كريم، وهو يعني نحن كمسلمين الأخلاق هي جزء كبير من عقيدتنا، حتى كمجتمع عربي، وكمجتمع عربي. فالدراما مع الأسف الشديد هي تستهدف الأخلاق، يعني الدراما العشوائية استهدفت الأخلاق، والدراما الرسمية أرادت استهداف المجتمعات من خلال إيصال رسائل معينة. أسمع رأي الأستاذ علي، يعني في مسلسل مصري يركز كثيرا على قضية تمكين المرأة في المجتمع المصري، مسلسل سوداني في مجتمع محافظ أستاذ علي، يعني تدور حبكته الرئيسة على قضية علاقة شاذة جنسيا بين فتاتين في المجتمع السوداني، هذا يعني ربما هذه الأحداث لا تمثل ظاهرة في هذه المجتمعات. هذا يدفعنا إلى سؤالك عن الآليات التي من خلالها يتم اختيار أو تختار مواضيع المسلسلات. الحقيقة هي يتحكم بها صاحب القناة والسياسة، سياسة الدولة، تلك الدولة إذا 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 يعني مو هي عملية صناعة. يعني أنا أرجع وأقول العمل الدرامي أكو بعضه يعتمد على الترويج، بعضه يعني للتسويق، العمل الدرامي ينتج للتسويق مو لذائقة المتلقي. يعني أنا أخذت صنبولات حقيقة لو تسمح لي من 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 مشاهد من بعض الأعمال الدرامية اللي يعني بعض يعني حتى لا نعطي صورة سوداوية على الدراما العربية. يعني مثلا قصي خولي ونادين، مسلسل أخيرا، مسلسل رائع جدا بقيم بأفكار قيمية وبمعالجة وبكاستنج محترف. أنا بالمناسبة أركز على صناعة الدراما، لأنه أنت ممكن بعض الأشياء القيمية أو المعرفية اللي يحتاجها المشاهد العربي تنتجها بطريقة بدائية ما راح يشاهدها. المنصات يا صديقي الآن خلقت شيء مهم جدا، وهو أنه بدأ المنتج المنفذ أو المخرج أو صاحب القناة حتى يسوقها يحتاج أن يشتغل باحتراف، وهذا مو من حسنات الصناع الدراما، اللي احنا ما عندنا صناع دراما بالوطن العربي حقيقي، هم يعدون على الأصابع. عندنا محاولات، ولكن الان اكو توجه لصناعه الدراما. مثلا الزند ذئب العاصي طرح رائع بهذا المسلسل، وصراع ما بين الخير والشر بشكل رائع. عندنا بالعراق مثلا مسلسل ليله السقوط، نعم، اشتغلوا بشكل احترافي. بس لو تسمح لي انا اذا اعطي صنبول، لأنه حتى نستفاد من هاي الحلقة. لكن أستاذ علي أنا سأبقى معك، الحديث لك، لكن أنا يعني أريد أن أستفيد منك حقيقة فيما يتعلق بكيفية وآلية اختيار مواضيع المسلسلات. هل يمكن القول بأن هناك علاقة مصلحية متبادلة بين السياسة، النظام السياسي أو السياسة، وبين الدراما، أم يمكن تبرئة بكثير من الثقة النظام السياسي أو السياسة من أي شبهات موجودة في الدراما العربية؟ لا
طبعا السياسه لها تاثير، لانه معظم انا اشرت لها واعيدها وجدا مهمه هاي، خلي يركز عليها المتلقي بهذه المشاهد بهاي الحلقه. معظم الفضائيات اللي الان تنتج دراما اصحابها هم ساهموا في خراب هذا المجتمع العربي بالمعنى. يعني كثير من الفضائيات، يعني انا مرات يصير مثل الشونزفرينيا، من يطرح عليك انه شارك بهذا المسلسل، هذا المسلسل راح يطرح اوجاع المواطن العراقي بعد الاحتلالين بعد 2003، وتنتبه انه صاحب القناه هو احد اللي ساهموا باحتلال العراق. شنو هذا؟ يعني انا ماذا استوعب؟ يعني انت صاحب القناه يريد يمول مسلسل عن شهداء العراق ضد داعش او ضد الارهاب اللي هم صنعوه، اللي هو داعش صنعه صاحب القناه، تفهم قصدي؟ اكو عمليه احتيال على المواطن، اكو عمليه، يعني اكو عمليه مدروسه لتشويه الثقافه العربيه. حتى لو نركز الان، كثير من المفردات الطارئه على المحكيه العربيه على العراقيه على السوريه بدات تنسحب للتلفزيون. التلفزيون كان جدا مهذب، يعني اكو الفاظ الان سوقيه، يعني اسف للمفرده، سوقيه الان بدات تتناولها الدراما. انا معنا نقل الواقع، ولكن اكو مفردات اكثر تهذيب، اكثر موسيقيه، اكثر جمال، ممكن كل العائله من تشاهدها ماكو ما يصير خدش او حياء في العائله. مع احترامي انا مع المحكيه، انا مع ايصال اي مشهد، لانه انت تنقل واقع درامي. انا اللي اريد اقوله يا صديق انه حتى لو كان تمويل، اكو شيء مهم جدا بالدراما العربيه، انه احنا نتناسى المنتج المنفذ. المنتج المنفذ في المسلسلات العربيه ان لم يكن فنان حقيقي وانسان وصاحب تجربه حقيقيه سيتحول الى تاجر. نعم. سيتحول الى لص. هذا مو انا اريد اوصل شيء للمشاهد. مرات سيناريو جدا عظيم مكتوب عن الم شريحه معينه من مجتمع عراقي سوري مصري، والانتاج جدا سخي من مؤسسه ثقافيه تحترم ذائقه المتلقي، ولكن المنتج المنفذ عندما يسلم هذا المبلغ يسرق نصفه، ينعكس النصف الآخر على اللوكيشن، على اختيار الممثلين، على الفريم اللي موجودة بالحلقة. أنا دا أحكي شغلات علمية يا صديق. نعم. لذلك كل الأشياء هاي الدالات إذا اجتمعت، يعني كاتب السيناريو، المخرج، الرؤية، المدير الفني، مدير التصوير، حتى رجل الكلاكيت إذا ما يكون محترف، كلها راح تنعكس. بعض طيب. المسلسلات تشوف بيها جمالية بالطرح وبالاختيار كلها. لذلك مثلا بعض المسلسلات لحد الآن احنا ما متناسينها، مثلا ليالي الحلمية او الرحيل والساقية مال الثلاثية مال نجيب محفوظ، يعني مسلسلات باقية بالذاكرة. احنا بالعراق عندنا مسلسل الذئب وعيون المدينة، النسر وعيون المدينة، كثير من المسلسلات ظلت. ليش؟ لانه اكو عملية احتراف، أكو كاتب محترف، أكو كاتب يمتلك حس وطني وإنساني وثقافي وعنده انتماء حقيقي للمعرفة وللعراق. لكن المراقب أستاذ علي، المراقب لحالة الدراما العربية اليوم، وهنا أتحول للأستاذة زينب، يلحظ أن هناك هماً طاغياً على صناع الدراما والمسلسلات العربية بملاحقة الربح وليس أي شيء آخر. يعني أريد أن أسأل عن سبب غياب الإحساس بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية وحتى السياسية لدى صناع الدراما العربية، كما لو أن هناك علاقة يعني عضوية بين الربح وبين الهدم والمخالفة. طيب، هناك يعني كتب أحد العميد السيناريون السينمائيين عفوا المصريين مسعد فودة في أحد الصحف المصرية، قال أن الإعلام سقط في أداة المعلن وانتهت القيمة. يعني قال يعني بفصيح العبارة، يعني أنه تحول إلى، خاصة يقصد بذلك صناعة الدراما، تحولت إلى صناعة مثل بقية الصناعات وانتهت فيها القيمة، أي ودعنا فيها كل مسألة تهتم بالمسألة الأخلاقية والطرح الأخلاقي.
فنحن نعيش الآن في العصر ما بعد الحداثة، ومسألة الربح أصبحت هي الطاغية ليس فقط في مسألة الإعلام ولكن في أغلب جوانب الحياة، وفرضت نفسها يعني في مسألة صناعة الدراما، وتحولت الشركات الإنتاج تبحث عن جلب المشاهدات وليس عن إرسال الرسالة. نعود دائما للمشكلة، هل هي رسالة أو هي ربح؟ فاليوم الدراما أصبحت تبحث عن الربح بشكل فاحش إلى درجة أنها تصادم القيم المجتمعية، ولا ترى بأسا في أن هدم ثواب. طب من المسؤول عن هذا؟ المسؤول هو المسؤول أكيد هي شركات الإنتاج، خاصة نحن انتقلنا من عصر التلفزيون الرسمي إلى الفضائيات الخاصة، والتنافسية أصبحت بينها كبيرة جدا وعددها كبير جدا، فأصبحت كلها يبحث عن الربح وبطريقة مسعورة جدا، فهي المسؤول هي مسؤولة. وهناك أيضا غياب الرقابة، هناك مسؤولية غياب الرقابة، هناك يعني مثلا في بعض الدول أنا اطلعت يوجد فقط مواثيق للمواثيق صناعة الدراما، ولا يوجد هيئات مثلا تقوم مثلا بتشريع قوانين أو بسن يعني جملة قواعد يتم من خلالها محاسبة كل من يخرق هذه القواعد. مثلا هناك يعني مثلا مشاهد كثيرة جدا، التدخين، الكحول، تعاطي المخدرات، المشاهد الخادشة، ولكن لا يتم مثلا، مفترض لو كانت هناك هيئة رقابة تقوم بمراقبة هذه الأعمال الدرامية لكان تم عرضها على القضاء حماية وحفاظا على المجتمع، ولكن بحكم أن يتم التساهل فيها فلأجل ذلك في أن هذه المسألة لا تخضع مع الأسف الشديد للرقابة ويستهان بها ويتهاون في حقها. فالمسؤول هو الجهة الرسمية والجهة الخاصة، وحتى المواطن العربي مع الأسف نعتبره مسؤول، لأن أغلب الأعمال الدرامية المثيرة للجدل التي تمت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعتها تم الإقبال عليها من باب ممنوع مرغوب. يعني مثلا احنا عندنا في تونس الان مسلسل مثير للجدل جدا اللي هو الفلوجة هو يحقق اكبر من نسب المشاهدات، مع ان الكل يتذمر وكل يقول انه اساء للمؤسسة التعليمية وهذا الذي سألتك عنه، يعني ارتباط الربح والشهرة بقضية الهدم والتخريب او المخالفة. لكن اريد ان اركز مع الاستاذ علي على مسألة المسلسلات التاريخية. يعني لاحظنا واعطي مثلا لا حصرا رسائل الامام الذي يمثل ويجسد شخصية الامام الشافعي رحمه الله، المسلسل انطوى على مغالطات تاريخية ومهنية كبيرة وصفت من قبل النقاد بالكارثية، لكن من النقاد أو المراقبين من قال بأن يجب التفريق بين الحدث التاريخي المدون في بطون كتب التاريخ وبين المسلسل الدرامي التاريخي الذي يعكس وجهة نظر صناع هذا المسلسل. أريد أن أسألك، هل هذا التفريق بين الحدث التاريخي وبين المسلسل الذي يقدم هذا الحدث، هل هذا التفريق مستساغ وواقعي؟ لا طبعا غير منطقي، لأنه أنت تقدم حدث تاريخي، إذن أنت تأتي بحقبة زمنية وتقدمها الآن، عليك أن تقدمها، ولكن أن تقدمها بجماليات هذا العصر نعم، ولكن أن تزيف التاريخ هذا غير منطقي. يعني أنا ما أقدر أطلع مثلا الحلاج أطلع جلاد، ولا أقدر، هذا مو يعني أنا أنقل وجهة نظر ذلك المفكر، ذلك الإمام، ذلك الصوفي، ذلك المتعبد، ذلك الجلاد، أنقلها مثل ما كانت. طب هذا العبثية أستاذ علي، هذا عملية تزييف للتاريخ، هذه العبثية التي تقدم التراث في شيء من تغيير الحقائق، كيف ننجو من التنميط الذي يمس شخصيات تاريخية، الذي يمس التراث؟ هل ثمة وصفة للخروج من هذه الحالة؟ نعم نعم نعم، تفضل. عندما يكتب مثلا مسلسل عن شخصية زيد أو عمرو من الناس، من شخص؟ هناك مجمع علمي، هناك مؤرخين، هناك أساتذة باحثين في كليات، ممكن أنه أسوي لجنة مشاهدة وقراءة لهذا، مثل ما حدث في كثير من المسلسلات، يعني مثل ما حدث يعني مسلسل الفاروق على سبيل المثال، صح لو غلط، أخذوا موافقات الجامع الأزهر وأعتقد الوقف الشيعي في النجف، يعني في وقتها على المسلسل اللي أثار أيضا، رغم هذا أثار أيضا جدل عديد، لأنه أنت تعرف دائما المؤيدين وهناك المعارضين لهذه الشخصية التاريخية، لهذه الشخصية الإسلامية، هناك تزييف يا أخي، هناك أنا أعتقد
يعني لازم يكون لها وقفة مهمة. يعني إحنا ما ممكن أن نظل على سبيل المثال نظل نشتر فقط نجيب. يعني أنا جبت مثال جدا يعني من واقع. يعني أنت ما ممكن كل رمضان تشوف زيد اللي هو معروف عمدة في مسلسل. يعني أنا هسه من أفتر في أزقة مصر هناك واقع مؤلم. نعم يعني هناك كثير من أريد بس أوصل هاي الفكرة. طيب تفضل لأنه أدركنا الوقت بنصف دقيقة أستاذ علي تفضل. أوكي. هناك كثير من العوائل الـ بسبب العدم والجوع والأوز نازحة إلى القاهرة وساكنة في غرفة يعني حتى تخدم هذه العمارة 12 نفر في غرفة. أنا أريد هيك مسلسل يسلط ضوء على أحلام ذول الأطفال على الأب على الأم. مو كل مرة مطلعي لي العمدة ولازم الفرخة يعني متعصب في كل مسلسل. كذلك يعني أنا أريد أطلع الوجه المشرق للألم. أكو شيء بالفلسفة يقول لك ما ممكن أنه أنت فقط تظهر العويل. أنا أريد أشوف جمال هذا الوجع. يعني إحنا مثلا عندنا كثير على سبيل المثال على السريع على السريع يعني إحنا بعد ثورة تشرين صار عندنا أكثر من 25 ألف شاب نازح في تركيا. أنا مكان ما أجيب مسلسل مع احترامي سمج ولا ينتمي إلى العائلة العراقية أشكرك ما أريد أسمي إلى العراق ما أصنع مسلسل عن العراقيين الموجودين في إسطنبول اللي 12 واحد في غرفة وضحت الفكرة أستاذ علي أشكرك السلطات. أشكرك وضحت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا. أدركنا الوقت مشاهدين الكرام. ختاما أشكر ضيوفي في الاستوديو زينب الخنيسي الباحثة في قضايا العالم العربي وعبر سكايب من مدينة مالمو السويدية علي ريسان الكاتب والمخرج وكان معنا من بيروت عبر الهاتف جورج بوعبدو الناقد الفني والصحفي. شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة في رعاية الله.